بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير والسعادة والمحبة، حياكم الله مشاهدين الكرام، يا هلا مرحبا فيكم برنامجكم برنامج كلينك لمركز الجار الله الألماني التخصصي. من كل أسبوع إن شاء الله على الهواء مباشرة متواصلين معاكم، نستقبل بالتأكيد اتصالاتكم استفساراتكم، مواضيع متنوعة مختلفة راح نطرحها من كل أسبوع. اللي حاب يتواصل معنا الأرقام راح تكون على الشاشة. برنامج كلينك راح يعرفنا على طرق العلاج وطرق الوقاية من الأمراض، عسى الله يعافي الجميع يا رب. لكن اليوم موضوعنا راح نتكلم عن كل ما هو جديد بعالم جراحة السمنة، وأيضا راح نتطرق إن شاء الله إلى موضوع كلنا نسمع عنه اليوم، راح نتكلم عنه صوت وصورة، والدكتور راح يكون موجود معنا، نحت وتشكيل الجسم بعد نزول الوزن. راح نتعرف على آخر الأجهزة المتطورة لشفط الدهون، شلون شفط الدهون وجراحة وخياط شفط الدهون من غير جراحة، شلون من غير جراحة. الليلة راح نعرض لكم إن شاء الله في برنامجكم. ضيوف الليلة راح يكون معي إن شاء الله وزير الصحة الأسبق دكتور محمد الجار الله، وهو استشاري السمنة والأورام، وأيضا راح أتكلم على موضوع جدا مهم مميز، مواضيع تهمكم في عملية عمليات حديثة ومتطورة وجديدة وبسيطة راح نتطرق لها، تابعونا إن شاء الله الليلة. وأيضا دكتورنا راح يكون معنا ضيفنا دكتور رضا باجاند، وهو استشاري جراحة التجميل في لندن وروما. لكن أنا أترككم، اللي حاب يتعرف على مركز الجار الله الألماني التخصصي تابع التقرير، نرجع لكم إن شاء الله.
إذا مشاهدينا حياكم الله مرة ثانية، نرحب بكل من انضم إلينا بهذه اللحظة. نتابع دائما مشاهدينا كل ما هو جديد في علاج السمنة ونسلط الضوء عليه من خلال ضيفنا الكريم وزير الصحة الأسبق الدكتور محمد الجار الله، حتى نتعرف على الجوانب الطبية والمهنية والعلمية أيضا وليست الدعائية أو التجارية. البالونات الذكية أو الكبسولة الذكية مثل ما يسمونها، وأيضا التحويل أو التخطي المصغر، هذه مسميات لعمليات راح نتعرف عليها في هذا المساء وهذه الليلة مع ضيفنا الكريم استشاري جراحة السمنة والأورام وزير الصحة الأسبق دكتور محمد الجار الله. باسمك عزيز المشاهد نرحب فيه. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير، سعيد بلقائي معك. يا أهلا فيك، حياك الله. كنا فترة طويلة بالعطلة الصحية. يا أهلا، حياك الله أخوي راشد. يا الله يحفظك دكتور. دكتور يعني مواضيع متنوعة، تعددت أمور السمنة وعمليات السمنة مختلفة ومتنوعة، واليوم مواضيع جديدة حقيقة راح نتطرق لها ويمكن لأول مرة عندنا، لكن خلينا نتكلم بالبداية على ونعرف المشاهد الكريم ما هي فكرة البالون، بالون المعدة، ومتى نشأت؟ نعم، هي الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة بالون المعدة فكرة قديمة، ولو نبي نلقي الضوء على تاريخها في بعض الطرافة وكيف اكتشفت. اكتشفت في أحد الأديرة في أوروبا أن بعض الراهبات نزل وانخفض وزنهم فأصبحت ظاهرة، فبعد استقصاء أكثر فأكثر وجد أن عمل منظار معدة، أنا ذاك كان منظار المعدة بادئ أنه يظهر، فاستخرجوا من المعدة كتلة غريبة وتم تحليلها. عملوا الثانية للراهبة الثانية اللي نزل وزنها وأيضا استخرجت كتلة نفس الكتلة، والثالثة حللوها وجدوا أنها كمية من الشعر الملتف على، فاتضح أنهم عندهم عادة أو شيء من هالقبيل أنهم يعضون أو يقضمون شعرهم. نعم. لأي سبب من الأسباب غير معروف، المهم هذه الكتلة أخذت حيز في المعدة أدت إلى انخفاض. نشأت فكرة البالون، بدأت تطرح الفكرة وتوضع من أوائل الثمانينات، فبدأت في الدنمارك ثم في بريطانيا 83، بكندا 86، وأيضا أمريكا بالونات عدة. فيها شعر البالونات دكتور؟ لا ها ما فيها شعر طبعا، عاد مختلفة، بعضها يكون فيه ماء وبعضها يكون فيه سائل. طبعا دخلت الكويت أول ما دخلت سنة 89، وأجرت أنا مع الأخوة دكتور نوفا الله يذكره بالخير دكتور الشادلي بحث وقدمته في فرانكفورت سنة 88 أو 89 في اتحاد الأطباء العرب في هذا. وبالمناسبة أنا محتفظ الجريدة ما شاء الله، مجلة طبية، وكنت أنا أشتغل في مستشفى الصباح. هذه مجلة عالم الطب والصيدلة، مجلة اتحاد أطباء العرب في ألمانيا سنة 88. دور البالون المعدي في معالجة السمنة، الدكتور محمد مستشفى الصباح، هذا كانت سنة 89 ونشرت سنة 91 في هذا. وطبعا البالونة لها وضع، لكن كان يظن أنها فقط للسمنة، لذلك لما طلعت العمليات الأخرى أخذت وضعها بدالها. جميل، حق من ممكن نعمل له هذه العملية دكتور؟ هي ممكن نسميها عملية؟ هي عملية؟ هي طبعا هي ليست بعملية بقدر ما هي نوع من أنواع بالبداية راح نتكلم عن فكرتها، اللي هو الكبسولة صغيرة تبلعها وبعدين تنفخ داخل المعدة. نعم. فهي عادة تعمل أو وجودها أو مكانها في وسط الوسائل المختلفة لإنقاص الوزن ممكن تعمل، احنا نتكلم عن قواعد عامة، لمن لديه مؤشر كتلة 27 فما فوق، يعني بمعدل 12 كيلو عنده فما فوق يستطيع أنه يعملها. الأشخاص الآخرين اللي عندهم سمنة هائلة ويهيئون نفسهم للعملية، هذا كل ما ينقص له 20 كيلو 15 30 كيلو راح تكون مفيدة للعملية، فهؤلاء ممكن مرحليا يستخدمونها وبعد 3 شهور تزال، يكون نقص وزنه 15 ولا 20، هذا اللي أتكلم عنه وزنه 180 200 فما فوق. أيضا هناك في الحقيقة، وهذا الكلام يعني مهم جدا لهم، اللي الناس اللي عندهم سمنة مفرطة، يعني مؤشر الكتلة 40 فما فوق، ولكن وهذا طبعا يسمونها سمنة مفرطة مرضية، هذا عنده مرض السمنة، هذا يجب أن يعالج السمنة كأولوية واجبة مثل ما تعالج مرض السكر والقلب. نعم. نتيجة ولكن عقدة الخوف من العملية هي اللي تمنع، هذا قطاع كبير من الناس والخوف فيها مثل هالأمور عملية وخلافه مشروع. هذا ما ينفع للبالون دكتور؟ هذا ما ينفع. هؤلاء الآن بدوا يقول
يقول أنا ما أبي العملية، أنا أبي أي شيء من غير عملية يعطيني بداية رحلة خسارة الوزن. اسم أنا أسمي البالون بداية رحلة خسارة الوزن، يعني خسارة الوزن رحلة تبتدي بها 10 كيلو أو 12 كيلو أو 8 كيلو، لكن يجب عليك أنك تستمر في تغيير نمط حياتك. هؤلاء قطاع كبير الحقيقة. جميل. وأحيانا تكون يعني في مجتمعنا سبحان الله عندنا ظاهرة، وأيضا مجتمعات كثيرة، أن تجي امرأة أو بنت تقول أنا عندي عرس أخوي أو عندك أبي خلال 3 شهور أنزل لي 10 كيلو بأي طريقة، هذه عامل مساعد. ها؟ مشجع. نعم. عامل مشجع. نعم. فبعد ما ينزل العشرة كيلو دكتور، عملية البالون تزيد مثلا تنتفخ زيادة بعد عشان يزيد أكثر؟ لا، احنا نزيلها بعد 3 شهور. هي فكرتها إذا سمحت لي بس عشان أركز، هذا هي هذا البالون إذا يركز بالتصوير عليها، حجمها كبر الكبسولة الكبيرة كبسولة الفيتامينات، وزنها تقريبا 6 جرام، يعني خفيفة جدا. هذا البالون أي. وين في نركب؟ نركبها بقسم الأشعة، يعني مو ضروري أنك تكون في قسم عمليات، هذه من ميزاتها. فتبلعها مع شوية ماي وتروح في أنبوبة رفيعة، ما أدري إذا الكاميرا تطلعها، الأنبوبة الرفيعة رقيقة جدا الأنبوبة، فتنزل البالونة إلى المعدة، تمام؟ نعم. بعدين تكون آخر الأنبوبة، الفتحة من خلالها، هذه الكبسولة، وهذه الأنبوبة اللي تكون طالعة من الفم، نملاها ب 250 ملليلتر من النيتروجين، تمام؟ ثم نسحب الأنبوبة، تطلع تظل البالونة بهذا الشكل داخل المعدة. هذه هي البالونة إذا تركز عليها. هي تتبطل دكتور داخلها؟ أنت نفختها في النيتروجين، غاز النيتروجين. نعم. بعد ما تنتفخ نسحب البالونة فتظل في المعدة. هذه في فكرتها شلون أنها تركب. يمكن عندنا فيديو يشرح لنا هذا الموضوع، نشوفه بعد الفاصل إن شاء الله، ونتكلم إذا ممكن يعني هذه اللي يقول ويسأل ممكن تنشق، ممكن يصير له شيء، شو ممكن أعراضها. بعد الفاصل نسمع الإجابة دكتور. فاصل مشاهدينا، وراجع لكم إن شاء الله. تبعدون مشاهدينا، طبعا راح نشاهد معاكم الحين عملية كيف وضعية البالون بالمعدة. البالون صح اسمها كذي دكتور؟ اي البالون. او الكبسولة دكتور. الكبسولة سألنا قبل شيء دكتور، هل ممكن شيء يعني يخترقها؟ هل شيء اكل معين يأثر عليها يمنع عن الشخص اللي؟ لا لا، هي مصنوعة من مادة مقاومة لكل هذه الامور، فبالتالي تحافظ على شكلها وعلى حجمها طول فترة ال3 شهور. نعم، طول فترة 3 شهور. نعم. ممكن إضافة بعد واحدة ثانية بالمعدة والثالثة ورابعة ولا؟ هي أساسا ثنتين، يعني نسوي الأول واحدة تمام، تأخذ لنا 3-5 دقائق، يروح الشخص حق عمله، يجي بعد أسبوع أو أسبوعين ركب واحدة ثانية. في قليل نسبة قليلة من الناس تحتاج إلى واحدة ثالثة. نعم، يمكن تجهزوا الإخوان نشاهد على الشاشة مثلا، هذه هي دكتور العملية، عملية وضع البالون. فتفضلت حضرتك قلت يروح يمارس عمل عادي. ها؟ أي، هذه من ميزاتها. ما في بنج، ما في شيء. هذه من ميزاتها أنه ما في بنج أثناء وضعها. نعم. هذا الحين اللي نشوفه شنو دكتور بالضبط اللي نشاهده؟ هذا الحين بلع الكبسولة. نعم. تنزل الكبسولة المريء عادي كأنك ماكل كبسولة فيتامينات إلى أن تصل إلى المعدة. نأخذ صورة أشعة عادية، نتأكد أنها وصلت للمعدة، ثم نقوم بنفخها عن طريق الأنبوب اللي بالفم اللي متعلق اللي ورينا، فتشوف شلون انتفخت. نعم. انتفخت وصارت تطفو في المعدة إلى المنطقة العلوية من المعدة، منطقة المستقبلات الشبع، عشان كذي تعطي شعور بالشبع نتيجة لتواجدها في منطقة قمة المعدة اللي فيها مؤشرات. جميل. والثانية شلون راح تلاقي لها مكان؟ لا طبعا الثانيه والثالثه اذا احتاج. اي طبعا المعده تستقبل، حجمها كبير. يعني هم هذه هي ترتب نفسها في نفسها يعني، ولا خاف يضغطون على بعض يسكرون على المريء؟ هي طبعا اكيد ممكن تتحكم فيها يعني في حركتها. اي تتحكم في حركتها، هي موجوده يعني المعده تاقلم نفسها مع اي شيء داخلها.
ويكون الشخص صايم طبعا ما يكون ماكل شيء. بالضبط اي بالضبط. جميل. عملية الآن بعد ما انتهى منها ونزل الوزن اللي هو يبي يوصل للشخص. نعم. عملية إزالتها دكتور هي طبعا تزال بعد 3 شهور. بعد 3 شهور من وضعها تزال، هذا الحد الأقصى لوضعها. وطبعا بواسطة منظار، أول شيء بنج موضعي ومسكن ألم أو مسكن عادي، يعني مو بنج كلي مثل البالونات الثانية، فبمنظار عادي ندخل ونثقبها ونسحبها بطريقة سهلة، يعني ما فيها أي مشكلة، ما في أي مشكلة. ويروح أيضا بعد نص ساعة الشخص إلى عمله. ممتاز. زين، هو لازم بعد 3 شهور يتم إزالتها؟ نعم. مش على طلب المريض يعني؟ لا لا لا، هو بعد 3 شهور. زين، ما نزل وزنه بعد 3 شهور حق الوزن اللي هو يبي نضيف له واحدة ثانية؟ هي مصممة لثلاث شهور. بعد 3 شهور في احتمال أنها تنتغب ويطلع منها الهواء فتقل فائدتها. ما هي خطرة ولكن تصير من غير عديمة الفائدة. نعم. طبقة يعني. وضيفوا له واحدة ثانية. الثانية بعد أسبوع من وضع الأولى. الثانية بعد أسبوع أو أسبوعين من وضع الأولى. لا، بعد ما أزلنا هذه بعد 3 شهور. بس خلاص. ما تحطوا له مرة لا ثانية؟ لا، ليش نحط مرة ثانية؟ خلاص هي هذه الدورة مالتها 3 شهور. إيه. في بعض الناس بعد شهر من هذا يقدر يكررها، هذه من ميزتها، تقدر تكررها بعد شهر. تقدر تبتدي تحط واحدة وبعد أسبوع تحط واحدة ثانية. عرفت شلون؟ وتخليهم 3 شهور. جميل. وتشيلهم. يعني نزول الوزن مضمون بالحالة هذه خلال 3 شهور؟ ما في شيء اسمه مضمون في جراحة السمنة. ما في أي شيء مضمون، حتى تحويل المسار كعملية قوية أيضا مو ماكو شيء اسمه مضمون. وهي أيضا مثل ما ذكرت عشان أعيد أكرر، هي لبداية رحلة خسارة الوزن. بداية رحلة اللي هي تنزل قلنا من 8 إلى 12 كيلو في 3 شهور. خلنا نتعرف على آثارها الجانبية دكتور. إذا لها آثارها الجانبية، في ممكن يحصل نوع من الغثيان اللي هو اللوعة أو الترجيع أو آلام بالمعدة أو ارتجاع المريء. تمام. وهذه طبعا أو تقرحات في المعدة، وهذه نسبتها قليلة جدا إذا ما قرنت بالوسائل الأخرى. وهذه تعتبر من ميزاتها أن حتى لو صار معها اللوعة خفيفة، معظم المرضى يسويها ويروح يكمل بعمله، ما عنده يعني مشكلة مستمرة على طول اللوعة ولا أول أيام. فهذه آثار بسيطة تعتبر يعني غير ذات أهمية بالمقارنة بال. لها عيوب دكتور؟ طبعا انت الحين مثل ما قلت لي منو اللي تعمل له في سؤال ثاني، اللي هو من هو الناس اللي ما تصلح لهم؟ في ناس ما تصلح لهم، يعني يشوفون الحين يظنون ما تصلح لهم، الوزن هم كبير ما يصلح للكتله. اللي عنده عمليه سابقه في المعده، يعني واحد مسوي تكميم او مسوي تحويل مسار او حلقه معده او كرمشه من الداخل او من الخارج، اي عمليه في المعده ما تصلح له. اي واحد عنده مشاكل في المريء، تقلصات عضلية أو في المعدة غير طبيعية، أي واحد عنده التهابات في الجهاز الهضمي، أي واحد عمليات معقدة في الجهاز الهضمي، هاي يخضع لفحص شامل قبل. لا لا لا، هذا بالتاريخ وانت تكلمه يقول لك. تمام. الحامل ما تصلح لها، وكذلك اللي لها نية الحمل، اللي عنده إدمان على الكحول والمخدرات أيضا، اللي متعود يقوص غوص في الأعماق بعضهم لأن متكونة من نيتروجين ما يصلح حق اللي هذا ممكن تنفتح. هذا اللي شو اسمه. طبعا احنا قبل لا نقول عيوبها لازم نقول ميزات، لأنها فعلا لها ميزات. نعم. غير عن الـ هذا سموها ذكية، وأنا أعتقد أنها فيها مبالغة. أقول له ما من البالونة الذكية، البالونة الذكية علشان اللي مسؤول الشركة اسمه زكي، سموها زكية. سموها زكية. البالونة هي الواقع لها ميزات، علشان كذي. طبعا أنا ضد مسألة أنها ثورة في العالم وكذا، والعلاج السحري لا، ما في بالجراحة كلها شيء اسمه علاج سحري، لكن لها ميزات على الوسائل الأخرى. أنها بسيطة، ما تحتاج إلى منظار، ما تحتاج إلى تخدير، تسويها 3 دقائق بخمس وتروح على طول تكمل شغلك، ما فيها هذا. بعدين التدرج، تحط واحدة بعدين واحدة ثانية بعدين إذا احتجت واحدة ثالثة. هالتدرج يعطينا ميزة بعض البالونات اللي يقول لك على مدار سنة أقعد أو على مدار كذا شهر أقعد أزيد فيها. هذا التدرج مفير. آثارها الجانبية مثل ما ذكرت قليلة جدا، يمكن تكرارها، هذه كلها تعتبر ميزات. من عيوبها الرئيسية توقع الناس، إن مثل ما تفضلت أنت، كل من يعطيها توقعات أكثر من الواقع. لا، هي مثل ما قلنا من 8 إلى 12 كيلو في هالحدود. 8 إلى 12 كيلو حق اللي عنده
12 كيلو زيادة تعتبر 100%، لكن اللي عنده 20 ولا 30 لا، هذه بداية الرحلة. لأن مهم جدا، مهم في كل وسيلة من وسائل إنقاص الوزن وبالذات في البالون، أنه يكون هناك تغيير في نمط الحياة، تغيير نمط الحياة المقصود فيه الرياضة، سلوكك الغذائي، سلوكك الغذائي. نعم. هذه نقاط مهمة للغاية، خاصة في لأنه ببساطة حطيت بالونة، احتلت حيز من معدتك، نزل وزنك 10 كيلو، يتبعد 3 شهور شلتها، تمام؟ زي معدتك فاضية، فأنت تعودت على سلوك معين. بالضبط، تحرص على التعود. إذا سهيت عن نفسك لا، خلال شهر شهرين راح ترجع وزنك. إذا رجع وزنه يرجع حق البالونة مرة ثانية يصير؟ بس بالإمكانة، لكن طبعا هذه عملية راح تكون طبعا من عيوبها كلفتها نسبيا غالية، ولكن هذا طبعا كونها تكنولوجيا حديثة وكذا هذا أدى إلى ارتفاع سعرها، يعني يؤدي إلى ارتفاع. يعني والله شرحها بسيط دكتور، كبسولة وحطيناها وانت فتاخذ سعرها. أي تكنولوجيا في الطب دائما يكون لها كلفة، دائما هذه قاعدة. طيب احنا نقول الكلفة في الطب انه يغطون الأبحاث بس اللي سووها، بعد ما تنتهي التغطية ترد أسعار الطبيعية. هذا أتوقع، هذا ما كل حاجة أتوقع بعد سنة سنتين أيضا يطورونها ويطلعون فيها أشياء تطور أكثر. طيب في هذا الملف دكتور حاب تتكلم تقول شيء معين أو نتحول إلى موضوع آخر؟ بالنسبة حق نتائجها إيه؟ مثل ما قلنا يعني لتكملة الموضوع أن 50% من وزن الزائد بالإمكان إنزاله، يعني إذا كان عندك 20 كيلو ممكن تنزل 10 كيلو. وهذا الكلام كما تقول الأبحاث في أوروبا وبعض الدول العربية أن في 80% من الناس، وهذا رقم كبير، 80% اللي يعمل لهم ينزلون 10 كيلو، هذا في عرف الطبي يعتبر رقم كبير 80%. أنا قاعد أقول حتى لو فيها مبالغة صارت 70 أو 60، هذا يعتبر ميزة كبيرة، ها؟ أن 60% من اللي يحطونها راح ينزلون 10 كيلو، هذا يعتبر شيء جيد. لكن مثل ما قلت يعني هي بداية رحلة خسارة الوزن، احنا نسميها رحلة لأنها تستمر معك طول العمر. رحلة الثلاثين كيلو تبتدي بعشرة كيلو. نعم صح. طيب آخذ فاصل دكتور، نرجع نتكلم على عملية تحويل المسار المصغرة. نعم. راح نحكي عن هذا الموضوع. الميني باي باس. إيه الميني باي باس. صح. راح نحكي عنه، ومعانا لوحات هنا راح نشرح عليها مشاهدينا شنو هذه العملية بالضبط، شنو هي فكرتها، تصلح حق منه بالضبط. بعد الفاصل إن شاء الله راح نحكي عنها، خلكم معنا. اللي تبي الحين احنا تحت امرك. حياكم الله مشاهدينا، طبعا احنا قاعد نختار ويا الدكتور نتكلم على تحويل المسار. طبعا تحويل المسار انتوا اللي عارفينه قبل، هو في تحويل مسار جديد، تحويل مسار المصغر يسمونه الميني باي باس دكتور. نعم. خلينا نقول فكرتها اول شيء حق المشاهد الكريم قبل لا نشرح عن هذه فكرتها. العمليات الميني باي باس يسالون عنها وايد، تحويل المسار او تخطي المعده، عمليه يمكن ادخلتها الكويت 2003 وهي موجودة من التسعينات. التسعينات وين؟ أوروبا؟ في أمريكا. في أمريكا وأوروبا. من تقريبا من 6-7 سنوات بدأت بعض الجراحين يقومون بعملية يسمونها باي باس، لكن مصغرة يسمونها ميني باي باس، وكثر حديث الناس. في الآونة الأخيرة بدأت تأخذ محيز كبير في أوروبا وفي أمريكا، يعني صار لها وضعها. شنو فكرتها؟ فكرتها أن أول شيء نسوي معدة صغيرة كأننا قاعد نسوي تكميم، ندبس المعدة بهذه الصورة، ما أدري إذا تطلع على. نعم إيه واضحة على مع مخرجنا. إذا نقدر نركز عليها. راح ياخذ. أيوة. فنسوي معدة بالدباسة، ندبس المعدة ونقطعها، ندبسها ونقطعها، نسوي مثل جيب معدة صغيرة. مثل التكميم تقريبا بس أصغر شوية. جميل. هذه الخطوة الأولى في العملية. الخطوة الثانية نأتي إلى الأمعاء. إذا كان واصلة. أيوة. نأتي إلى الأمعاء. وناخذها ونوصلها في المعدة، نسحب الأمعاء، نسحب الأمعاء ونوصلها في المعدة. ممتاز. المنطقة اللي سحبناها هذه تقريبا مترين. تمام. فبالتالي الأكل يجي من المعدة الصغيرة ويتجه بهذا الاتجاه مباشرة للأمعاء. للأمعاء، لأن حركة الأمعاء بهذا الاتجاه ما يروح بهذا الاتجاه. الناس تظن أنه يروح بالاتجاه، لا يروح، لأن حركة الأمعاء جاية من هني لهني لهني، فهذا الجزء عبارة عن مترين ما يمر فيهم الطعام، فما يصير فيهم امتصاص أو تكدس حق الأكل أو غيره. أيوة. تي الطعام لهذا الجزء ويمشي فيه هالجزء هذا 3 متر من الأمعاء،
تمام، اللي يحدث فيه 3 متر اللي يحدث فيه الامتصاص. هذا الامعاء يدخل الامعاء الغليظه والدقيقه، هذه الدقيقه الغليظه بعدين، بعدين الغليظه هذا اللي يصير فيها الامتصاص. فصار عندنا مترين ما فيهم امتصاص وثلاث امتار فيهم امتصاص. شنو فرقها عن الاولانيه؟ ان فيها توصيله واحده. الاولانيه عشان تجي العتيجه تحويل المسار العتيجه. الحين هذا شنو هذا بالضبط؟ هذا المعده، هذا المعده، هذا الحين معده مصغره، المصغره وهذه توصيله الامعاء لها. زين، والجزء اللي شلناه دكتور وين يروح؟ هذا موجود، افرازاته تمشي بشكل طبيعي، تمشي تمشي وتتجه مع الامعاء وتتحرك الى ان تاتي وتختلط، هذا اللون الاخضر، تختلط مع الاكل اللي جاي من هنا. زين، تختلط وتمتصني. وبعد ما ينزل الوزن شو تسوي؟ مو هي كميه الاكل اللي قاعد تاكله كميه قليله. نعم. والامتصاص يمتص فقط 90% من الأكل و10% ما يمتص، هذا يؤدي إلى نزول الوزن وثبات الوزن إلى الوزن المثالي، لأن هذا المعدة تشيل أكل على قد الوزن المثالي اللي أنت تبيه. جميل. لكن يعني مثل التكميم، التكميم الحين أنت مو يصير، بس شنو المعدة التكميم؟ شنو ما له علاقة؟ هالمعدة ما لها، ما يوصلها أكل، ما يطب فيها الأكل، بس باقي الموجودة بالجسم. هذه ميزتها، إن المعدة موجودة، هم بعد ميزاتها، من ميزاتها إن المعدة موجودة. لمن تجرى؟ تجرى بشكل عادي لمن عنده مؤشر كتلة 40 فما فوق، تجرى لمن كان عنده حلقة معدة وفشلت، لمن عنده تكميم وفشل رد رجوع رد في الوزن، تمام، لمن يحتاج التكميم كمرحلة أولى، ممكن المرحلة الأولى هي تكون عملية المينيباس، فلها وجود بال 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 بالهذا. وأنصح الحقيقة الجراحين بتعلمها، لأنها بدأت تأخذ منحة يعني وانتشار أكثر في أوروبا وفي أمريكا، اللي هي المني هذا. طيب دكتور، عملية الكتلة 40% دكتور، يعني عطنا وزن مثال، يعني اللي وزنه مثلا المثالي يفترض يكون 80 كيلو لكن هو وزنه 120 كيلو مثلا، إيه تقريبا كذي، مو شرط، يعني هي كتلة الجسم هي عبارة عن معادلة، الوزن بالكيلوغرام تقسيم الطول بالمتر المربع. نعم. فلما تضع عادة يكون في حدود 40 45 كيلو 48 زيادة. إيه. أحيانا تكون 30 كيلو للمرأة القصيرة، 30 كيلو ممكن توصلها لـ40. صحيح، هذا تجرى لهم هذه العملية ممكن. هذه أحد الـ 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 الاختيارات اللي موجودة. طبعا ميزاتها أن فيها توصيلة واحدة للمعدة وليس توصيلتين مثل المعدة القديمة. القديمة نأخذ هذه نوصلها هنا، فصير في توصيلتين. الحامل ينفع لها دكتور؟ لا، ما أي عملية من عمليات السنة ما تعمل للحامل، لكن تقصد أنت ممكن تحمل المرة ممكن بعدين؟ آه طبعا، كل عمليات السنة ممكن تحمل المرة وما يضر هالشيء. لا بالعكس، بالعكس، نزول الوزن بالعمليات يؤدي إلى زيادة الخصوبة. من ميزاتها كما ذكرت أن مضاعفاتها أقل من عملية تحويل المسار المعتادة. جميل، احنا معنا دقيقتين دكتور او اقل من دقيقتين، فحاب تتكلم ولا نبين القديمه حتى يشوفوا الناس الفرق بينها، او حاب تقول شيء معين خاص بها؟ ممكن يا هل لها مساوئ؟ اذا حابين مساوئ، من مساوئها او من الاثار الجانبيه مالتها انه ممكن يصير في ارتجاع للاحماض مالت المعده او العصاره الصفراء الى المعده وتسوي التهاب في المعده، لكن هذه اللي القرحه مال القرحه، اي لكن هذه احتمالها ضئيل جدا. ضئيل وانحدثت علاجها موجود. في احتمال ايضا ان الارتجاع هذا يصل الى المري يسوي التهاب حارج في المري. ها الحارج؟ اي ولكن هذا ايضا احتمالاتها كما يقول المتخصصين فيها في اوروبا، في اسبانيا وفي امريكا، انها اصبحت نادره، لان نعمل الفتحه هذه بطريقه مثل الصمام تسمح ب نزول الأحماض ما تسمع بصعوبة. زي دكتور، الحين بوجود المعدة، يمكن قبل كنا شلنا المعدة وخلاص، الحين ميزتها أن المعدة موجودة بالضبط. الشخص اللي حاب يرد مثل ما كان بالضبط، ممكن نشبكها، مجرد ما تشبك هذه مع هذه إيه؟ وتسكرها هذه، بس خلاص ترجع ترد معدتي كما كانت، وأكون حافظت على سلوك غذائي جديد معي. لا هو طبعا قليل، اللي أنت إذا رجعت المعدة راح يرجع وزنك إذا أنت ما تدير بالك، لكن إنه اللي يظن ان استئصال المعده، ناس كثيرين يقولوا انا ما ابي اشيل جزء من معدتي او جزء من جسمي، فهي هذه من مميزات. طيب كنترول، يمكن قاعدين كل شوي يفتحوا هيصل يقولون انه ما في وقت خالص. الدكتور اذا حاب تعلق عليه بشكل سريع، هذه اللي قبل المسار القديم. طبعا هاي تحويل المسار القديم اللي هي من خلالها ندبس المعده ونقطعها ونقطع الامعاء ونوصل الامعاء من هني للي فوق، والفتحه اللي هذه اللي تحت، فيصير مسار الطعام من المري للمعدة الصغيرة ثم إلى الأمعاء، تستمر عصارة المعدة
طبيعي بشكل طبيعي، والطعام ينزل هني يختلط بهذه المنطقة ويمتص بها المنطقة. هالمنطقة هاي 4 أمتار تقريبا. هذا قبل تحويل المسار القديم العادية. شوف طيب. فيها توصيل هني وفيها توصيل هني. زين دكتور، احنا ما بقى معنا وقت، لكن في ختام هذا اللقاء الجميل اللي جمعنا معك دكتور، هل الشخص إذا زارك هو اللي يختار أي عملية من اللي قلناه احنا، اللي هي عملية تحويل المسار المصغر اللي هي ميني باس، ميني باي باس؟ نعم، ميني باي باس. أو يقولك أنا أبي اللي هي البالونة الذكية أو البالونة الذكية؟ هذا سؤال حقيقة جيد ومهم، لأن واقع جراحة السمنة في العالم كله يجب أن يكون الجراح مهيئ ومؤهل أن يقوم بإجراء جميع العمليات. ليش؟ علشان لما نيجي المريض يشرح له كل العمليات بنفس، من غير أي تحيز داخل نفس الجراح. إذا أنا أسوي حلقة المعدة وأنا فعلا عندي حلقة المعدة، أو بعض الأطباء ما عنده غير البالونة، فهذا يسمونه تحيز. يعني أنا لا شعوريا أوجه المريض إلى البالونة، يمدح البالونة لين يخلي يقنعه المريض ما عنده خبر، أو أمدح حلقة المعدة لأني أنا ما أعرف إلا حلقة المعدة، أو أقعد أتوجه حق التكميم لأني ما أعرف. هذا أمر يعني الحقيقة غير محمود، يجب أن يشرح جميعهم والاستشاري هو يشير على المريض. دكتور محمد الجار الله وزير الصحة الأسبق استشاري جراحة السمنة والأورام، كل الشكر لك. حياك ما قصرت. إذا كل شكر ضيفنا الكريم، لكن مستمرين معاكم أيضا مشاهدينا بعد الفاصل إن شاء الله، ومعنا ضيفنا دكتور رضا باجان. خلكم معنا لا تبعدون. مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله. راح اتكلم معاكم الان بشكل سريع ان شاء الله على مع ضيفنا الدكتور رضا باجاند استشاري جراحه التجميل في لندن وروما، وراح نتكلم تحديدا على عمليه التجميل ونحت الجسم وتشكيل الجسم وغيره. يسعدنا ان يكون معنا ايضا دكتوره طب عام دكتوره ايمان بعريف. مساء الخير دكتوره ايمان، وايضا مساء الخير دكتور باجاند، واهلا مرحبا فيك. أهلا وسهلا. يمكن اليوم راح تكلم مع الدكتور أيمان، يعني الوسيط ما بيني وبين الدكتور باجاند وبين المشاهد الكريم حتى نوصل المعلومة. فالبداية ننطلق معك ومع الدكتور باجاند ونتكلم على طبيعة عمل الدكتور باجاند، ياليت يعرفنا ويعرف المشاهد الكريم عليه. Yeah, can you tell what are your trends in the clinic? Well, in our trends in UK and in Italy is simply one word, it's body contouring. And using our protocols and using our innovating machine, such as BodyGen, our aim is that the patients who has been all their life obese, most often they will associate with psychological problems. So the aim of the plastic surgery is to help them to restore their bodies and to give them better contour or more normal contour. جميل. يا ريت تعطيني فرصة حق نترجم. مبدأ جراحة التجميل المتبع مركز جراحة الألماني التخصصي هو نفس المبدأ المتبع ببريطانيا وإيطاليا. البورد نفسه. نفسه. جميل. هو يتلخص في كلمة واحدة، هي نحت الجسم بأحدث التقنيات وأحدث الأجهزة، من ضمنها جهاز بودي جات اللي راح نحكي عنه بعدين. جميل. So as I was saying, the plastic surgery's aim is to give them more better shape, to improve their self-control, and to give them in the normal way to the society and their so and to resolve their social problems. يعني المريض اللي كان كل حياته عنده فرط زيادة وزن راح يتأثر نفسياً فيزيولوجياً كذلك. جراحة التجميل ما راح تساعده على الحصول على جسم جميل فقط، بس على أخذ ثقة بالنفس وعيش حياة اجتماعية صحيحة. جميل. دكتور، يعني هناك مشكلة دائما تصاحب من ينخفض وزنه، لما ينخفض وزنه تصاحب مشكلة بالجلد الخارجي وهي عملية الترهلات. يا ترى كيف عملية What are the skin problems after sleeve surgery? The most complaint of the patient is just shrinking down or the laxity of the skin over the new foundation. And this brings them even the different problem, like physiologic problem, like irritation, not having a good activities, normal activities, urinating, and the psychological problem. من أغلب الشكاوي اللي بيشتكوا منها المرضى بعد عمليات جراحة السمنة هي ترهل الجلد وسقوطه، تؤثر عليه فيزيولوجيا، بيكون عنده التهابات بالجلد، صعوبة بالتبول، رائحة تعرق، تؤثر عليه حتى اجتماعيا. صحيح. And this property of the ability of this shrinking, it's called elasticity. And this is different by patient
and patient, and it depends of the age, it depends of the sun exposure, if they're a smoker or not smoker. يعني مرونة الجلد ليش يتأثر الجلد؟ لأنه بيفقد المرونة، المرونة تتأثر بالعمر، نوع الجلد، التدخين. إذا البيشنت مو مأثر. طيب هل ينصح دكتور باجاند أن بعد عملية التكميم مباشرة يقوم الشخص بعملية نحت الجسم أو الانتظار فترة معينة؟ What is the right time to do the body culturing after sleep? The best timing after the losing weight, the heavy lose weight, is when they stop losing weight. That means it's and the average time is from 12 to 18 months. بعد عملية التكميم وعملية جراحة السمنة يفقد الوزن شوي شوي يعني على خطوات وتحدد المدة من 12 ل 18 شهر بيكون الوقت المناسب لإجراء العملية. And this most important is the reason for this is the patient during this rapid losing time undergoes underwear to the negative balanced nutrition so it can cause the wound healing the difficulty of wound healing and we will have the better outcome and cosmetic outcome. بعد عملية جراحة السمنة مع فقدان الوزن بيكون الجسم في حالة غذائية سلبية لهيك بتأثر على التهاب الجهور والجروح مرة تانية لما تكون كمان عمليات تجميل نتائج تجميلية أفضل كذلك وما في ما بيكون في كثير مضاعفات. جميل خلينا ننطلق معاكم قبل ياخذنا الوقت ونتعرف حقيقة دكتور باجاند على هل هناك يعني أو كم عدد أنواع العمليات المتعلقة في عملية نحت الجسم هل هو نوع واحد أم هناك عدة أنواع؟ Is there any different procedure for body contouring? Sorry. The different procedure. أنواع عمليات نحت الجسم. Yeah. Okay. There are the most common procedures for is abdominoplasty. And in this case can be only the simple removing the skin or it can be combined by tightening the abdominal muscle. And if the extension of this is very extended and it can be in the back and the buttock, it can be, we can perform a belt lipectomy. من ضمن العمليات الكثيرة اللي تضمها عمليات نحت الجسم لأنواع كثير أول عملية عمليات شد البطن وفيها نوعين شد بس الجلد أو شد العضلات مع الجلد إحنا معنا صور أنتم زودينا فيها تبون نحط الصور الحين عملية صورة شد البطن الصور متعلقة في شد البطن كنترول على مجهزة هذا نوع من أنواع عملية شد نوع ثاني tie lift it can be tie lift or buttock lift they can be separate or combined together it can be Then their most procedures are arm lift. عمليات رفع الأرداف، رفع الأفخاذ، عمليات رفع الإيد. أغلب عمليات رفع الإيد بتكون ندبات تحت الإبط، حيث لا تبين للمريض أو حتى للأهل الموجودين كذلك. في صور كذلك لرفع ال. نعم. الحين راح يعرضوا لنا الصور كلها إن شاء الله جاهزين أخواننا بالكنترول. هاي عمليات رفع ال. هذا شنو دكتور؟ This is an arm lift. It can be even sometimes. عمليات رفع الذراع بعد استئصال الجلد. Only a little axillary scar. نعم. مع ندبة صغيرة تحت الإبط ما بتبين أبداً. نعم. بعد في نوع آخر. Then we have breast lift, which is can be the breast lift can be just lifting the breast and shaping the breast, and it can be done performed by implant or without implant. And in the case of male, it can be combined with liposuction and excess of the skin. عمليات رفع الثدي كمان بتكون عند النساء وعند الرجال. هاي صورة لشد البطن. نعم. هالصورة حابة تعلق عليها دكتور؟ Yeah, you want to say anything about this picture? No, this is as you see. This is a simple abdominoplasty, excess of the skin. هاي تراح الجلد كبير جدا بعد جراحة سمنة وتم شد البطن. جميل. عن طريق استئصال الجلد الزائد. هل هناك أجهزة حديثة في عملية أيضا نحت الجسم وشد الجسم وغيره؟ About the fat liposuction. Is there then there is another procedure which is very very common. It's a liposuction, which is a technique of removing fat. From different part of the body. The, in our case, we are using in UK and in Italy and in, even in Jarala, which we wrote it. No. We are using innovating machine, which is called BodyJet. في مركز الجرال الألماني التخصصي في عنا جهاز خاص وحديث جدا لشفط الدهون اسمه البادي جات وهو بيستعمل قوة دفع الماء لشفط الدهون بطريقة سليمة جدا وتتم تحت التخدير الموضعي أو التخدير الكلي على حسب الأماكن اللي بدنا نشفط منها الدهون نعم يمكن هذا الفيديو هلا في فيديو كمان راح نشوف جزيلة راح نشوفه بشكل أوضح لو هذا الجهاز اللي حكي عنه الدكتور أيوة طبعاً هلا this as you can see this is the machine that with this it has a special cannula that Can at the same time simultaneously irrigate and remove the fat, and in the same time
with the power of the water can separate the connective tissue that with the fat in the gentle way. So we have less trauma, less swelling, and less bruising. أداة بسيطة لشفط الدهون بطريقة جدا. In the same time, we can collect the fat without traumatizing it for fat grafting. In this case, you can see that the breast augmentation. أنا راح أخلي الدكتور بس يعلق عليه وراح أعيد الفيديو حضرتك تترجمين إن شاء الله. فكمل دكتور الموضوع. And the next patient is example of face fat grafting. As you can see, we mark the patient and to see where we are going to inject the fat. Then we harvest the fat. With this body jet, we collect the fat, as you can see it, we pass it to the new syringes, and then we inject the fat. The results are very good, as we are doing it in Jarala Clinic. Look, these are the results we can see before and after. We can hand it even for hand. إذا ممكن كنترول نعيد الفيديو حتى تكون ترجمة مع الدكتورة إيمان نعيد الفيديو مرة ثانية. أول فيديو راح نشوف صورة عن الجهاز الخاص الموجود مركز جارة الألماني التخصصي لشفط الدهون وهو استعمال عن أداة أسطوانية صغيرة فتحة تقريبا 1 سنتي فقط ويتم الدخول للأعماق عند الأنسجة حيث يتم فصل الأنسجة عن طريق محلول بنفس الأداة يتم شفط الدهون. عم نشوف هلا الدهون كيف راح تدخل داخل الأداة وتروح عن طريق قناة ل يعني حواسل كبيرة. جميل، هذا يتم شفط الدهون الآن حالياً قاعد تشفط الدهون من الجسم. والتقليل من الكدمات والتورم، يعني ما راح نلمس الأوعية الدموية أو الأنسجة المحيطة بأقل ضرر. يتم شفط الدهون وأخذه عن طريق حقن ويمكن استعمال هذه الدهون لتعبئة أماكن ثانية مثل راح نشوف هلا الثدي، تعبئة وتكبير الثدي، عم بتحط الدهون تحت العضلة بنحطها فوق من الجهة هو نفس الدهون الشخص نفس الدهون نفسها ما راح يكون مضاعفات المضاعفات الوحيدة انه الدهون بتدوب لحالها راح نحطها بالوش كذلك وجه المريضة فيه كثير تجاعيد عميقة ويحتاج هذا غير اللي نسمع عنه الفيلر ما يشوفه غير هيدا من أحدث الطرق موجوده مركز بيعمل الدكتور مركز الجار الله بسهوله بنفس اليوم المريضه بتروح على البيت من غير اي مضاعفات بنج كامل هذا دكتور على مثل هاي المريضه كان بنج موضعي هاي الحالات ما قبل وبعد حالات حقيقيه للدكتور عاملها بنفسه عندنا هنا طيب الان اللي تابعنا المشاهدين دكتور ويخاف من القيام بهذه العمليات يعتقد ان هناك مضاعفات مخاطر يعني على كلام الناس يعني ما راح الى مختص شو تقول له The complications are all other surgeries, but in this case, these patients, they have, there are some studies that explain that they are immunodepressed, so it can be bleeding and infection, but the most important is difficulty of wound healing after postpartum. من المضاعفات الواردة للعمليات العامية يعني عادة أي عملية بيكون عندها مضاعفات وهي نفسها نزيف تورم عدم التئام الجروح وما ننسى أنه مرضى بعد جراحة سمنة بيكون عندهم مناعة نازلة هيك يمكن تصير مع المضاعفات بسيطة. طيب هذه العمليات إلى أي وزن يعني ممكن يلجأ إلى هذه العملية ويلجأ إلى هذا الجهاز بادي جت؟ After how many weight the patient can start to think about doing the liposuction by body jet? After, well, this body jet is not after that. You can do it anytime you want, but the most problem is you can associate body jet with all procedures of body contouring. لا يوجد وقت محدد إنه نستعمل البادي جت لشفط الدهون. فينا نعمله لكل المرضى. نعم. لكل الحالات وبأي وقت. بس المهم إنه يكون يعرف. ينفع لأي وزن؟ ينفع لأي وزن وبينفع لكل مناطق. كل مناطق الجسم. كل مناطق الجسم. طيب. إذا دكتور رضا حاب يقول شيء من نصيحة للمشاهد الكريم أو حاب إذا اعتقد في عروض عندكم مركز الجار الله. And we have some. The most advice is I can tell is not having a big expectation and not promising unrealistic results to these patients. يعني المفتاح لنجاح هالنوع من العمليات أن الدكتور يكون صريح مع المريض ويقول له التوقعات الحقيقية بعد العملية. نعم. إذن هذا هو اللي عرضناه وتحكينا عنه هو نحت الجسم اللي نتكلم عنه موجود متوفر بمركز الجارة الألماني التخصصي عند دكتور باجان. والدكتور باجان دعم العرض consultation free for 3 days. Yes, of course. You're there. استشارة مجانية لمدة 3 أيام من السبت أحد والاثنين. إذن سبت وأحد اثنين من الساعة 5 للساعة 9 مساء عدل مركز الجارة الألماني التخصصي. طيب كل الشكر لكم لقبولكم هذه الدعوة إذا حاب يقول شيء بالختام دكتور رضا في هذا الموضوع. Thank you. No, thank you for inviting me. No. And
We were all waiting for you in Jalal Specialist Clinic for anything. إن شاء الله. يا دكتور بيتشكركم بيقول نعم. أي مريض عنده أي استفسار يتفضل عنا المركز جراء استشارة مجانية. نعم وأنا أشكرك دكتور أيمن شكرا, شكرا لك ما قصرتي بارك الله فيك شكرا موصول لك دكتور رضا باجان نقول لك دائما موفقين إن شاء الله. إذا المشاهدين الكرام كل الشكر لضيوفنا عندهم مركز الجراء الألماني التخصصي من الساعة 5 لغاية الساعة 9 مساء يوم السبت ويوم الأحد ويوم الأثنين استشارة مجانية وفتح ملف عدل طبعا وفتح ملف مجاني رقمهم 606-22-556 606-22-556 هذا رقم العيادة الخاصة بدكتور رضا باجاند وأيضا 1-8-445 الكول سنتر الخاص بمركز الجار الله الألماني التخصصي. شكرا لكم على حسن المتابعة نتمنى لكم استمتعتوا وصفتوا معنا في هذا المساء الجميل عسى الله يعافي الكل يا رب. أجهزة حديثة أجهزة متطورة إن شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى أنتوا في أيدي أمينة دكتور محمد الجار الله وزير الصحة الأسبق كان معنا وأيضا دكتور رضا باجاند وهو استشاري جراحة التجميل في لندن وروما مثل ما سمعتوا أحدث الأجهزة المتطورة الموجودة عندهم دقائق معدودة أو ساعات قليلة وتخرج شخص آخر مختلف تماما أو تقدر تكون راضي نوعا ما من أنت المشكلة اللي كنت تعاني منها. نشكركم مرة أخرى وشكرا دكتورة إيمان بالعريف مرة أخرى نشوفكم على خير إن شاء الله تصبحون على أمن وأمان وصحة بالأبدان.